رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. لا يمكنه أن ينهزم من الخارج إلا إذا انهزم داخليا، أي هزيمته النفسية. وربنا سبحانه عز وجل يقول في كتابه الكريم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قل هو من عند أنفسكم. في غزوة من الغزوات لما في غير وقت صلاة. وفي هذا ملمح عظيم أيها الإخوة، أن المسجد في وقت الصلاة صلاة وطاعة وخشوع، لكن كما جاء في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الأمة الإسلامية أمة في وقت الصلاة هي في صلاة، وفي وقت الطاعة أو وقت العمل هي في عمل، وفي وقت الاستراحة هي في استراحة. فقال له: يا رسول الله، أي أبو أمامة، ديون وهموم لزمتني. فقال له: أولا أعلمك كلمات تقولهن؟ فقال: كان به من دين. إخواننا الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ماذا؟ أراد أن يغير وأن يبلور ما بداخل هذا الرجل، أن يغيره من حالة الضعف، من حالة الخور. فقال: أدعو بهذا الدعاء: اللهم
إخوة جاء قال له يا رسول الله إذن لي، هو يعرف، لكن أيها الإخوة الذي كان بداخله من لواعج الشهوة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطفئها، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدلها وأن يضعها في طريقها الصحيح. بعدها مسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره فقال والله يا رسول الله ما كان شيء أحب إلي من الزنا، وما شيء الآن أبغض إلي مثل الزنا. هكذا نعدل من أفكار الآخرين، وهكذا نصحح لهم مفاهيمهم، وهكذا نغير دواخلهم. إذن أيها الإخوة نقطة الانطلاق إنما هي من الداخل، نقطة البداية تبدأ من الداخل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن أيها الإخوة البداية إنما تكون من الداخل، وأقولها لكم صراحة، إذا أردت أن تغير في نفسك أو في نفسية أبنائك أو في نفسية الآخرين ابدأ لهم من الداخل. خطأ أن توفر له الإمكانيات وأنت ما زلت لم تغير ما بداخله. إذا أنت غيرت قناعاته وإذا أنت بثثت له حماسة في قلبه فإنه سينطلق ولو بأبسط الإمكانيات. وهذا ما استنتجناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفقنا وثبتنا وجعلنا ممن يصلحون بواطنهم حتى تصلح ظواهرهم يا رب العالمين. وفقنا لما وفقت إليه عبادك الصالحين المصلحين، آمين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.